شكرا للزميلة عليا المنصوري من مركز الأخبار اللي قدمت لنا أهم الأخبار المحلية من صحيفة الخليج. مشاهدينا من فقرة الصحافة ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة وفقرة الصحة حياة، وتعتبر مشاهدينا أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر الأمراض المزمنة التي تهدد حياة الفرد، وذلك يرجع للعديد من الأسباب أهمها اتباع عادات سيئة وأمراض عديدة ممكن أن تهدد كذلك صحة القلب. حول هذا الموضوع استعد نرحب معكم في استوديو صباح الشارقة بالدكتورة ليلى محمد المرزوقي أخصائية أمراض القلب. يا هلا ويا مرحبا بك دكتورة. حياك الله. يسعد صباحك. صباح الخير. يعطيك العافية. صباح وسرور. مثل ما ذكرت في المقدمة دكتورة ليلى، هناك كثير من العادات نحن نتبعها وغافلين أنها ممكن لهذه العادات أن تؤثر على صحتنا بشكل عام وصحة القلب بشكل خاص. قبل ما نتكلم عن هذه العادات، نتكلم عن كيف ممكن نحن نتبع نظام صحي، نظام غذائي كذلك صحي للحفاظ على صحة القلب وتعزيزه. الموضوع هذا يا أمل موضوع مشوق جدا وتكلمنا عنه كثير، ولكن الذكرى دائما تنفع المؤمنين. وشيء جميل أن نذكر الناس بأن الوقاية خير من العلاج. نعم. دائما ونحب نزرع القاعدة هذه حتى في عيالنا، وإن شاء الله في الدقائق البسيطة اليوم عندنا بنحط لهم استراتيجية للوقاية من أمراض القلب. ومثل ما نعرف أن أمراض القلب أو الأوعية الدموية المرض القاتل رقم واحد حول العالم. نعم. فالحسب المنظمة الصحة العالمية قالت أن في 2016 أكثر من 18 مليون شخص توفى في العالم من أمراض القلب والأوعية الدموية. 85% من هذيلة كانت من جراء الذبحات الصدرية والسكتات الدماغية. فوايد مهم دائما نقول الوقاية والوقاية. والواحد يقول إنزين ما دام المرض هذا موجود خلاص هذا قدري وممكن يعني هذا يصيبني، لكن الفكرة هذه مش صحيحة، لأن دائما نقول في طرق وقائية مثل ما تفضلتي للوقاية من أمراض القلب، سواء من نمط الحياة وعاداتنا اليومية اللي هي متمثلة في كثير من الأمور. نعم. العادات الغذائية، الحمية الغذائية الصحيحة، وممارسة التمارين الرياضية، والابتعاد عن التدخين. وإذا الواحد كانت في يعاني من السمنة ممكن أنه يسوي أمور، ممكن أنه ينقص وزنه، لأن هاي من الأمور المهمة للوقاية من أمراض القلب. جميل دكتورة، في كل موضوع يعني يصب في مصلحة أو يتحدث سلط الضوء على الصحة والحياة، يعني أكثرية الأطباء اللي يزورونا يقولون للأسف اليوم المراجعين في العيادات أصبحوا من فئة الشباب أكثر من كبار السن. قبل أمراض الضغط والسكري وذبحات الصدرية والأمور اللي في مشاكل القلب كانت للكبار، يعني فوق 40 و50 و60، اليوم صاروا الشباب، وتوقع بسبب العادات الغذائية الصحية وأسلوب الحياة الخاطئ. بنركز شوي على مسألة السمنة ومدى ارتباط اليوم السمنة بأمراض القلب لدى الصغار والكبار. بالفعل يعني احنا الدراسات اثبتت عندنا في منطقه الخليج عندنا اعمار الناس اللي يجون بالجلطات القلبيه وايد اصغر من الاعمار اذا قارناها باوروبا وفي امريكا. نعم. وهذه كلها اللي اغلب الاشياء هذه للعادات الانماط السلوكيه السيئه اللي عندنا. طبعا في عوامل نحن ما تؤدي الى امراض القلب وما نقدر نتحكم فيها، مثل اذا واحد عنده تاريخ عائلي، هذا الواحد ما يقدر يتحكم في التاريخ العائلي، او العمر، كل ما الواحد يكبر كل ما يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. وللأسف الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض هذا من النساء. لكن مثل ما تفضلت في أمور عادات ممكن الواحد يتحكم فيها، مثل السمنة. يعني إذا الواحد يعني كانت عنده كتلة الجسم عالية اللي هو مصاب بالسمنة أو الوزن الزايد، فهذا يؤدي إلى أن زيادة في نسبة الكوليسترول. لكن هذا ما يعني أن كل واحد مصاب بالسمنة كوليستروله يكون مرتفع، لأن إحنا عندنا ناس مو مصابين بالسمنة وكوليسترولهم مرتفع. صحيح. الشيء الثاني أن السمنة تؤدي إلى أن ضغط الدم يرتفع، تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، فهذه كلها أعراض تؤدي إلى انسداد الشرايين وتؤدي إلى الذبحات الصدرية والسكتات الدماغية. ذكرتي دكتورة أن السمنة ممكن أن تسبب وتساهم في ارتفاع في ضغط الدم. المرضى المصابين بارتفاع في ضغط الدم،
كيف ممكن هم يتبعون نظام غذائي، نظام صحي، يمارسون التمارين الرياضية، يبتعدون عن الأطعمة اللي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم أو الملح؟ شو الأشياء اللي ممكن هم يتبعونها؟ شو الأشياء اللي ممكن هم يتجنبونها كذلك علشان يحافظون على صحة القلب؟ أيوة، مثل ما تفضلتي الرياضة وايد مهمة، ويعني نحن وايد نقول الرياضة مهمة، لكن قل من الناس اللي يسمعون النصيحة هذه ويبدون بالرياضة بشكل يومي أو الرياضة 3 مرات في الأسبوع. أنا أقول حتى لو يعني الواحد منا ما يقدر يمارس الرياضة، طبعا أنا ما أشجعهم أن يمارسون الرياضة، لكن إذا ما تقدر تمارس الرياضة بشكل يومي خليك حركي أكثر. صح. يعني الدراسات أثبتت أن 10,000 خطوة باليوم تساعد على أن الوقاية من أمراض القلب. واليوم في وايد ابلكيشن ممكن الواحد ينزلها على الموبايل ويحسب خطواتك، يعني خط اشياء بسيطه ممكن الواحد انه يسويها. على سبيل المثال اذا راح مثلا مركز تجاري مثلا يبارك السياره شوي بعيد علشان يمشي خطوات اكثر. اذا مثلا هو في المكتب، بدال ما مثلا انه يتصل في حد وهو جالس، انا دائما اقول مكالماتكم خلوها وانتم ماشيين، امشوا وتكلموا او اوقف لا تجلس، او بدال ما تتصل في زميل اللي في الحجرة اللي حذالك روح عنده بدل ما تتصل فيه. صح. يعني شوية حركات يعني زيادة، يعني تحركون بشكل أكثر. أما بالنسبة للناس اللي طبعا أنا أشجعهم أن يمارسون التمارين الرياضية بشكل يومي، نص ساعة مشي بشكل يومي، أو أن نقول 2 ساعة وربع اللي تقريبا 150 دقيقة في الأسبوع من الرياضة اللي شوية أن نقول سريعة اللي تزيد ضربات القلب بشكل كبير. أما بالنسبة لي الحميات الغذائية كقاعدة عامة في الأبيضين السكر والملح، وأنا أحب أضيف أبيض ثالث عليهم اللي هو الطحين الأبيض. نحن نبتعد عن الطحين الأبيض، الطحين الأسمر، الخبز الأسمر هو هذا أهم شيء. الكميات اللي ناكلها للأسف في الوقت الحالي كبيرة، ونوعيات اللي ناكلها مختلفة، وناس قاموا يأكلون متأخر في الليل. في دراسات أثبتت أن الناس اللي يتعشون بعد 6 و7 هذول يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب للأسف. وتقع منه فينا ما يتعشى قبل بعد هالوقت يعني؟ أغلبنا، وللأسف حتى تكون المأكولات ثقيلة، يعني الإنسان ما يقدر حتى ينام وهو مرتاح بسبب الأكل الثقيل وقت متأخر. ذكرتي نقاط جدا مهمة وحلو اليوم، مسألة احتساب الخطوات. يعني الواحد يقول والله أنا ما عندي مثلا وقت، وهو عنده وقت وايد، ولكن يقول أنا ما عندي وقت رياضة، على الأقل خل يعني تحرك أكثر شوية عشان تقدر توازن في نشاط او نشاطك البدني. بالنسبه لاضطراب السكر وامراض السكر، ومدى كذلك ارتباطها دكتوره بامراض القلب؟ طبعا مرض السكري من العوامل الوايد مهمه اللي تسبب امراض القلب. يعني الشخص اللي فيه السكري اليوم هو اكثر الاصابه بمرض القلب بنسبه 2 ل3 أضعاف الشخص العادي. وطبعا مرض السكري نعرف انه بعد يصيب الانسان بالفشل الكلوي وامراض العيون والعمى وما غير ذلك. ففي نوعين، في طبعا انواع كثيره من مرض السكري، النوع الاول والنوع الثاني، لكن في النوع الثالث اللي الناس يغفلون عنه وهو مرض ما قبل السكري. الشخص في المرحلة هذه يكون، أنا أقول حق مرضاي أنتم على الحدود، لا أنكم مصابين بالسكري ولا أنكم طبيعيين. مستوى السكر واصل لمرحلة أنه يعني هو الشخص يحدد هل يبقى ينضم لقافلة اللي فيهم السكري أو للناس اللي سكرهم طبيعي. فالشخص هذا هو اللي يحدد. فأقول الدراسات وايد أثبتت أن الناس اللي موجودين في المرحلة هذه في على الحدود على حسب طبيعة وأنماط حياتهم، إذا ما اهتموا بينضمون لقافلة اللي فيهم السكري. لكن إذا سووا رياضة وتحملوا على أكلهم السكر يرجع للطبيعي. والناس اللي هم في المستوى هذا غافلين لأنهم ما يعرفون، لأن مرض السكري إذا في البداية مو كثير من الناس عندهم أعراض. يعني هذا يسمونه القاتل الصامت. عشان كذي أنا أنصح الناس أنهم يروحون يشيكون السكر، خاصة إذا عندهم تاريخ عائلي أو إذا كان مصابين بسكر الحمل. جميل. دكتورة ليلى، ذكرتي قبل شوي نقطة وجانب جدا مهم اللي هو أهمية ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على صحة القلب، لكن نحن نشوف يعني بعض الأشخاص اللي هم يواظبون على ممارسة التمارين الرياضية، لكن فجأة تشوفين هذا الشخص مثلا طاح أو مثلا يتهسكت قلبية،
ففي هذه الحالات كيف ممكن الرياضة أن تضر صحة بعض الحالات وبعض الأشخاص؟ أيوة، إذا الواحد عنده قلبه سليم الرياضة ما تضر، إنزين. لكن أنا يتني وايد حالات كذي، يعني في قبل أسبوعين يتني وحدة قالت لي أنا أخوي كان رياضي لكن فجأة طاح وقالوا له في مرض في القلب. الرياضة عامل من عوامل حماية أمراض القلب، لكن في عوامل ثانية، يمكن الشخص هذا يدخن، يمكن الشخص هذا السكر كان عنده مرتفع، الكوليسترول عنده مرتفع، أو يمكن الشخص هذا عنده الجينات، عند الجينات اللي تسبب أمراض القلب أو العوامل الأخرى. يعني حتى أمل سبحان الله قبل أي الاستديو كنت أفكر في الموضوع هذا، أقول الشخص هذا يمكن إذا ما كان يمارس الرياضة بدل ما تصير للسكتة في عمر 40 كانوا بيستوي لو هو أصغر. يعني لكن الرياضة هي اللي تحي العامل اللي حمته من أنه تصير للجلطة في سن أصغر. في نقطة ثانية وايد مهمة، دائما الناس يسألوني يقولون أجدادنا كانوا يأكلون الدهن الخنين، ونحن بعدنا بناكل دهن خنين لأن الدهن الخنين كان زين وما يصيب فيهم أي أعراض أو أي أمراض بالقلب. أقول لهم ارجعوا شوية بالتاريخ وشوفوا أجدادنا شو كانوا يأكلون، يأكلون السح والسمك والدهن الخنين عليه صح، لكن كمية حركتهم كانت كبيرة صح. وإذا تغدوا وقالوا العشاء على الله، يمكن يتعشون يمكن ما يتعشون والعشاء يكون خفيف خفيف ونوع واحد. نحن ما شاء الله البوفيهات الله يتممها علينا نعمة إن شاء الله، البوفيهات والكميات الأكل والأكل المتأخر في الوقت المتأخر ونبغى نزيد على العادة الحمية هذه بعد دهن خنين، لا الله يخليكم. صح، لا تقارنون يعني الماضي بالحاضر. أيوة، هم ياخذون الشيء الزين اللي يبغونه والشيء هاي عذر عشان بس ياكلون الدهن الخنين. صحيح صحيح. دكتوره كذلك خلينا نتكلم على الجانب النفسي اليوم، مدى تاثير ضغوطات العمل والاسلوب الحياه في امراض القلب. اليوم اتوقع الواحد مع اعتدال الجو هذا لو يطلع شويه يشم هواء نظيف راح يحسن شويه من الصحه. اليوم مدى ارتباط الحياه العامه وضغوطات النفس بامراض القلب؟ نقطة وايد مهمة، لأن الضغوطات النفسية هذه وايد تأثر على القلب. وأنا في العيادة عيوني وايد مرضى صغار يعني يقولوا أنا عندي ألم في الصدر وعندي خفقان، ويوم أسألهم أنتوا شو تشتغلون يقول نحن نشتغل من الساعة 8 الصبح للتسعة في الليل. زين، يعني هاي الضغوطات الحياة وايد تأثر، والدراسات أثبتت. وعندنا نحن حالة اسمها متلازمة القلب المكسور، يعني الواحد يوم مثلا يزعل أو وايد ضغط حياة، إذا فقد عزيز، إذا عنده مرض، إذا عنده ضغط حياة، هاي كلها تأثر على عضلة القلب وتؤدي إلى طبعا ضغوطات الحياة، أن الواحد ما يأكل بشكل صحي، ما يرتاح، فهذه يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في السكري، وارتفاع في نسبة السمنة، وارتفاع في الكوليسترول، وهي كلها تؤدي إلى أمراض القلب. صحيح، وحتى هذه النقطة ذكرناها في أحد الأخبار، وانتشر هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي في دول شرق آسيا بسبب ضغوطات العمل، يسمون الموت المفاجئ في المكاتب أثناء العمل، يعني الواحد وهو يشتغل من إجهاد الشغل يتوفى. فبالتالي هذه مسألة جدا مهمة، أن الإنسان يعطي نفسه قسط من 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 الراحة، ولا يضغط نفسه ويجهد نفسه، يعني يفكر كذلك بصحته، وهذه من النقاط جدا مهمة. صح إسماعيل. أحب دكتورة يلي أسلط الضوء بعد على نقطة مهمة اللي هي التدخين، أضرار التدخين. كثير نسمع عن أضرار التدخين، ابتعدوا عن التدخين، لكن في كثير من الأشخاص كذلك يعني يتبعون مثل هذه العادات السيئة، متجاهلين أنه ممكن لهذا التدخين أو السجائر، واليوم بعد ظهرت كثير من أنواع السجائر الإلكترونية اللي ممكن أنها يعني باعتقاد كثير من الناس أنها ممكن تكون أقل ضررا من السجائر العادية. نتكلم عن هذا الجانب شوي، وأضرار وخطر التدخين على صحة القلب بشكل خاص. أمل أقول لك المدخنين هم يعرفون عن أضرار التدخين أكثر من الدكاترة، لكن للأسف ما يأخذون أي أكشن بأنهم يوقفون التدخين. طبعا التدخين ضرره كبير على القلب وعلى جميع أعضاء الجسم، على نسبة يزيد من دهون السيئة، كوليسترول السيء، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في نسبة نبضات القلب، هذه كلها تؤدي إلى أن الضغط على القلب وتؤدي إلى انسداد في الشرايين. ما في، نحن في مرضى يوني يقولون أوكي الحين أنا أدخن 20 سيجارة في اليوم بدخن 10، ما في نسبة آمنة من التدخين. إذا تبي تحافظ على سلامة القلب
زيرو يعني صفر تدخين، يعني لازم ما ندخن. وفي ناس يجهلون ان في التدخين السلبي، الدراسات اثبتت ان التدخين السلبي مهم جدا في اصابه بامراض القلب. وللاسف يوم نروح مثلا المولات التجاريه تشوف قبل، طبعا قبل لا يمنعون التدخين في المولات، تشوفون في ناس كانوا يدخنون مع عيالهم، او في ناس يدخنون في السياره مع عيالهم. هذا طبعا الطفل يدخن معاك يوم انت تدخن في محيط موجود تكون معه. في ناس يقولون ندخن السجائر الإلكترونية. السجائر الإلكترونية طبعا هذا شيء جديد، والسجائر الإلكترونية هي مش آمنة، وما في دراسات كفاية لين الحين تثبت ضرر السجائر الإلكترونية. لكن في حالات شفنا أنها تسبب مشاكل في الرئة ومشاكل في القلب، وطبعا الدراسات الحين بنشوف نتائجها عن قريب لأن هذا شيء جديد. لكن النتائج بتي وأنا أتوقع تكون نفس السجائر العادية. وطبعا التدخين الإيجابي، وحموا عيالكم من هذا التدخين. وأهم شيء أن الشخص الوالد أو الوالدة إذا هم يدخنون، ترى هذا أنت مثال لطفلك، هو بيدخن يوم بيكبر، فعلشان كذي لازم نحافظ عليهم من التدخين السلبي وما نحط لهم كمثال سيء. جميل، وبالفعل هذه النقطة المهمة، أن اليوم في قانون يعني يمنع التدخين في الأماكن العامة والأماكن المراكز التجارية وصالونات الحلاقة وما شابه ذلك. أيضا حتى في السيارة غرامة اليوم، أتوقع إذا كان الراكب يكون معه أطفال ويدخن غرامة، وغرامة كبيرة كذلك. فبالتالي جميل اليوم مسألة القوانين اللي تحد شوية من هذه الظواهر. نتكلم دكتور شوية عن هل هناك علاقة ما بين أمراض القلب وصحة الفم والأسنان؟ في علاقة مرتبطة ما بينهم؟ هي طبعا في علاقة، بس أنا ما بخوف المشاهدين أقول كل واحد عنده مشاكل في اللثة ممكن أن تصير فيه أمراض القلب. لا، هذه العلاقة مش دائما يعني تصير، بس في حالات من أمراض القلب مشكلتها كانت في اللثة، خاصة إذا في التهابات في اللثة. فبعض الدراسات أثبتت بأن الناس اللي يعانون من أمراض اللثة هم يكونون عرضة لأمراض القلب بنسبة مرتين لثلاث مرات أكثر من الناس اللي يتمتعون بصحة جيدة. كقاعدة عامة للمحافظة على الأسنان، وكذلك أن نستعمل الخيط علشان ننظف ما بين الأسنان، ومراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري للمحافظة على صحة الفم وصحة القلب بشكل عام. هذا بالنسبة لأمراض الأسنان وأمراض اللثة وعلاقة هذه الأمراض كذلك بأمراض القلب. شو بالنسبة للأدوية دكتورة ليلى؟ في بعض الأدوية ممكن أن تؤثر على صحة القلب، يعني في أشخاص مصابين ببعض الأمراض المزمنة وتستدعي هذه الأمراض يعني تناول الأدوية بشكل مستمر، هل بعض هذه الأدوية ممكن أن تؤثر على صحة القلب أم لا؟ كل دواء ناخذ أمل له أعراض جانبية. الأعراض الجانبية هي تختلف من شخص لآخر، ممكن أن الأعراض هذه يعني نسبتها حتى لو تكون قليلة لكن في أعراض. يعني أنا أقول حتى حبة الكوليسترول مثلا يوم الواحد يأخذها له أعراض جانبية على الكبد وعلى العضلات. في كثير من الأدوية مثل الأدوية اللي نأخذها الالتهابات مثلا، أو أدوية الكيموثيرابي المرضى اللي يأخذونه حق السرطان، أنواع معينة هذه وأدوية أخرى تأثر على سلامة القلب. علشان كذي الناس لا يروحون الصيدليات ويأخذون الأدوية ويعالجون نفسهم، لأنهم خاصة اللي مصابين بالأمراض المزمنة لازم يشوفون الطبيب علشان يشوفون شو أنسب دواء، وإذا هذا الدواء أصلا مناسب لحالتهم ولا لا. جميل، يعطيك العافية دكتورة، شكرا على هذه المعلومات القيمة والمفيدة، الله يحفظ ويعافي الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.